اختي اختي. ايه يا روحي؟ شفتي هاد يا اختي؟ حبيبي روق شوي هلأ بشوف. ليكي شفتي؟ شو هاد؟ اخي ليكي هاد اخي. ايه هاد فريات. شو بدنا نعمل يا اختي؟ شو نعمل؟ خلص اسكت شوي. لك شو هاد؟ شو هاد؟ هاي البنت مو شيدان؟ ما بعرف، مغبشين لوشها. امبارح شيدان ما اجت على المدرسة، واخي طلع وراها لحتى يدور عليها، وانا رحت استنيت قدام البيت بركي بتمر وبشوفها. وكانت عاملة شعرها هيك تماما. الفيديو نشروه من حساب اسمه افق سيزكي. شو بدنا نعمل يا اختي؟ شو لازم نتصرف هلا؟ نحكي مع اخي ولا شو؟ اسكت شوي، اخي شاف الفيديو؟ ما بعرف. لا والأسوأ من هيك العنوان اللي كاتبينه يا أختي، كاتبين كلام كتير قاسي. قال كيف بدنا نأمن عولادنا مع هيك أستاذ؟ لك هدول عم يحكوا عن أخي يا أختي، عن أخي. والله رح يجن إذا بشوف. يا الله كيف بينزلوا هيك أخبار كلها كذب؟ معقول يصير هيك شيء مع حدا مثل أخي؟ طب خد موبايلك لشوف. يلا على الفطور، يلا يلا تعالوا لشوف. جبت معي خبز وكعك. يلا كتير منيح الشاي على الغاز. شو خير؟ ليش مخطوف لونكم؟ شوفي أخي في شغلة. شو صاير؟ ليش متوتر؟ شبك؟ احكي أخي. شو هاد؟ فيروزة شو هاد الفيديو؟ ليش هيك؟ أخي نحن واقفين معك. صح أكيد محمد اللي إجا. فريات شو صاير؟ مين هاي البنت؟ هاي شيدان مزبوط يا أخي؟ باليوم اللي غابت فيه عن المدرسة لقيتها بالمنتزه. أنا بعرف هاي شيدان. طيب مين وليش لحتى يفتري عليك؟ الكل بيعرف انك بتحمي طلابك وبتحن عليهم كأنهم اولادك. سردار مو معقول يكون هالحقير اخوه هو اللي عمل هيك. خلص بقى فيروزة شو هذا الفيديو؟ قليلي وشو هالحكي اللي مكتوب هون تحت؟ حبيبي اهدى. شو هاد؟ لك مين اللي بده يكون عامل هيك؟ حدا يفهمني مين وشو بده منا؟ مين ممكن يعمل فينا هيك شيء وسخ؟